السلام عليكم، مرحبا بكم البنات في فيديو جديد عندي ما نقول لك في الصناعه. وهذا الفيديو هذا سجلته اليوم نزولا عند رغبه الاخت حنان اذا كانت كتسمعني، اللي بغات هذا الفيديو هذا، بغات هذا الشكل ديال هذه الشويشات ديال الوريدات اللي هكا على هذا الشكل. الوغ حنان تي كنتي شتيهم ما فيهمش هنا العقيق، الوغ ممكن غنخدموهم بنفس الطريقه ولكن ما ديريش هذا العقيق هذا مع انه هكا جا حسن. وبالنسبه للاخوات اللي بغاو الفولار بالابيض ومخدوم بالالوان، الوغ انا فضلت انني نخدم لكم العقيق بالالوان. هو خدمته فولار ابيض بالخيط ابيض، ولكن درت لكم العقيق بالالوان كيفما كتشوفوا. يمكن لك تدخلي اكثر من لون واحد، ثلاثه ولا اربعه على حسب الذوق ديالك. الوغ نبداو على بركه الله. انا خدمت هنايا واحد الجزء كبير باش تشوفوا معايا. الوغ اشنو درت؟ شديت الفولار، حبكته كله. هذه الحبكه الاولى، ها هو حبكته كله بغرزة حشو بالابيض. الوغ نتمنى الله انه يكون باين، قربوا الكاميرا. الوغ حبكته كله بغرزة حشو. الوغ هو كله غادي يتخدم فقط بغرزة الحشو. الوغ خدمت الحشو الاول، الحشو الثاني، وكندير جوج تاع الحشو، وكنجي وكناخذ العقيق ديالي. درت وحده حمراء وحده خضراء. الوغ كنجي، شوفوا معايا، كنجي على هذا الشكل، كنخشي العقيقه هكا في الكروشي، وكنجي ما كننقز حتى شي حشو، كنجي فوق الحشو المواليه مباشره، وكنخشي الخيط وسط من العقيقه على هذا الشكل، وكنثبتها. كنجي للحشو المواليه، كنخدم الحشو الاول، الثاني، الثالث، فهم. الوغ كناخد عقيقه في اللون الاخر، كنجي للحشو الموالي مباشره، ما كننقز حتى شي حشو، كنخشي الخيط من وسط العقيقه، كنخدم. الوغ كنسد عليها، كنجي فوق الحشو الموالي، ما كننقز البنات حتى حشو، كنخدم الحشو الاول، الثاني، الثالث. انا كيفما كنقول لكم دائما، انا كنتقاسم معكم الفكره، اللي بغات ديروا تقيل عامر بالعقيق غدير عقيقه حدا عقيقه، اللي بغات تزيد تباعد تقدر تخدم خمسة ستة ديال الحشو عاد دير العقيقه المواليه. دائما كيفما كنقول لكم، انا كنعطيكم الفكره وانتم الفكره صوبوها كيفما بغيتوا وكيفما عشقتوا الفولار ديالكم يكون. الوغ نسد على العقيقه على هذا الشكل، كنجي للحشو الموالي مباشره، نحاول نزيد العقيقه لقدام باش ما ترجعش ليا اللور. الوغ كندير الحشو الاول، الحشو الثاني، والحشو الثالث، وكنجيب ثاني عقيقه في اللون المغاير. بالمناسبه اضطريت نوقف على حساب الاذان. الوغ خدمت هنايا، وصلت حتى لهذا الحد، وخدمت هذه الحمراء، غادي نتبعها عقيقه في الخضر. الوغ هذه العقيقه في الخضر فوق منها مباشره، غادي نبدا الشوشه ديالي. الوغ كنطلع 16، جوج ثلاثه، 16 سلسله، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. كنشد هذا الرقم 16 بالضفري، وكنحسب 1 2 3 4، وكنسدها في هذا الرقم 16، كنسدها على هذا الشكل، نطلع ثلاثة ديال السلاسل، نخدم العمود الأول. هنا غندير دابا الوريدات، العمود الثاني، ندير ثلاثة ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة، ونخدم حشو في نفس الفراغ. فهم، نطلع ثاني ثلاثة ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة سلاسل ديال السلاسل، كنجي كنخدم ثاني جوج ديال الاعمده، العمود الاول العمود الثاني، واحد جوج ثلاثه، ونرجع لهاد الحلقه وندير حشو. الوغ نعاود ثاني طلع ثلاثه السلاسل، واحد جوج ثلاثه، نجي ثاني للحلقه ونخدم جوج ديال الاعمده، العمود الاول العمود
ثاني ثلاثه د السلاسل، واحد جوج ثلاثه، ندير حشو، نحاول نزير الخدمه ديالي. الوغ نجمع باردون، نجمع الخدمه على هذا الشكل باش يبقى ليا فين نزيد الورقه الرابعه. الوغ واحد جوج ثلاثه، ندير ثاني جوج تاع الاعمده، العمود الاول، العمود الثاني، ثلاثه د السلاسل، واحد جوج ثلاثه، ونجي الحلقة وندير حشو. الوغ هكا كنكون كملت الوريضة ديالي، فيها درت فيها فقط ربعة ديال الوريقات. الوغ ندير دابا واحد جوج ثلاثة أربعة ديال السلاسل. الوغ كنجي لهاد 12 سلسلة اللي خدمت، كنحسب وحدة جوج ثلاثة، كنجي للربعة. الوغ كناخد بعد عقيقة هي الأولى، نبدا بالخضر، علاش؟ لأنني في الوردة غادي ندير عقيقة حمراء كبيرة. واحد جوج ثلاثة، كنجي فوق من العمود، فوق من السلسلة الرابعة، وكنثبت معايا هاد العقيقة على هاد الشكل. الوغ نخدم واحد جوج ثلاثة أربعة، ونجي تاني ونحسب، ناخد عقيقة بعدا حمراء نركبها في الكروشيه، ونجي نحسب واحد جوج ثلاثة في الرابعة تاني، كنجي وكنثبت العقيقة على هاد الشكل، كنخشي وسط منها الخيط، كنجبدو وكندير الحشو، كنطلع تاني واحد جوج ثلاثة أربعة، كنحسب تاني واحد جوج ثلاثة أربعة، مخديتش العقيقة. ألوغ غناخد عقيقة خضراء، نخشيها في الكروشي، ونحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، ونجي ونثبت العقيقة ديالي على هاد الشكل، كنخشي الخيط من وسط منها، وكنعاود نثبتها بغرزة حشو، ونخدم واحد جوج ثلاثة أربعة، ونجي تاني لهنا حدا الحشو ديال هاد العقيقة الأولى اللي خدمت، وكندير حشو ديالي على هاد الشكل. ألوغ نمشي للغرزة اللي تابعها ندير فيها حشو. ألوغ كتجيني الشويشة ديالي على هاد الشكل. الوغ مازال غنثبت هنا عقيقة كبيرة في اللون الأحمر أولا اللون الأخضر اللي وجد عندكم. كيف ما قلت لكم البنات، هنايا بالنسبة لي أنا دائما كنحاول نخدم بداك الشيء اللي كيشيط عندي، سواء كان من الخيط سواء كان من العقيق، ولكن كنحاول ندير شي فكرة اللي غادا تعجبني. الوغ إذا كنمشي كنطلع تاني بستاش، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 11 12 13 14 15 16 الوغ، وتنخدم ثاني 4 ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة 4، وتنكمل نسد الحلقة ونطلع ثاني بثلاثة ديال السلاسل، ونخدم الوريدة ديالي اللي فيها 4 ديال الوريقات، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الاخير، كيكون عباره عن سلاسل كنخدمهم، وكنجي وكندير حشو على هذا الشكل. هذه الوريقه الاولى، طلع ثاني بثلاثه السلاسل، واحد جوج ثلاثه، ونجي نفس الحلقه وندير ثاني جوج تاع الاعمده، العمود الاول، العمود الثاني، ندير ثلاثه السلاسل، واحد جوج ثلاثه، وندير حشو. هادي الوريقه الثانيه، وغادي ندور بالورده كامله بحال الاولى، نسالي ونرجع لكم. البنات انا تقريبا كملت الفولار كامل، الدوره ديالو غيبقى ليا هي كيفاش غادي نركب هذاك العقيق الغليظ اللي غادي ندير في قلب الوريضه. الو باقي ليا هنا شي حبات، كيف ما قلت لكم كنخشي العقيقه في الكروشيه، وكنجي في الحشو موالي مباشره، وكنخرجها بلوطو من وسط العقيقه، كنسد عليها وكنجي للحشو الموالي مباشره، باش كنكمل ثلاثه ديال الحشو، وكنعاود ندير العقيقه المواليه. ناخذ لهنا العقيقه كيف ما كتشوفوا. هذا بالنسبه لهاد العقيق، خصكم تاخذوا العقيق اللي تكون العين ديالو الزمرد هذا كيف ما كنقولوا ليه هنا، واخا ماشي داك الفري زمرد، هذا عيد ديال العبار، كناخذوا العقيقه اللي ممكن انها تخشى ليا في الكروشيه رقم جوج.
لا تمشيو تشيلو العقيق شويه رقيق وما يخدمش ليكم وتصدقوا ضايعين فيه. الو غنخلي هذا باش نكملها. دابا غنوريكم كيفاش كنخدم العقيقه هنايا. كيف ما قلت لكم هنا قلت لكم في الوريدات غادي نفينيهم بالعقيقات يا اما بالابيض الاخضر يا اما بالاحمر اولا تقدروا ديروا حتى الابيض. غنجي غنثبتها هنا في قلب الورده. الو كنجي كنشد اصلا هاد الورده هادي مع هاد الطرف هذا كنجي كنقربها هنا جهه القلب ديال الورده كنخشي العقيقه على هاد الشكل كنثبتها من هاد الجهه وما غاديش نخدم عليها بزاف تاع المرات غير واحد جوج ديال المرات نثبتها مع الخيط. هنا رانا درتو غلايض على جوج على هذا الشكل صافي. كنجي كنوثقها من هنا من النور واحد شويه على هذا الشكل صافي. كنخدم المقيس ديالي وكنقطع الخيط وكتكون على هذا الشكل. كل شويشه غتكون على هذا الشكل. ندوز للاخرى حتى هي كنخدمها بنفس الطريقه. اللي بغات دير ثلاثه ديال الشوشات ديرهم، اللي بغات دير طول من هكا ديرهم، اللي بغات دير ربعه على حسب داكشي اللي عشقتي في الشويشه. الوغ انا غادي نكمل هذه وهذه ونتمنى من الله ان تكون الفكره عجبتكم وتكون الاخت حنان عجبتها الشرح ونكون كيفما كنقول دائما رضيت الاذواق ديالكم. وفرجة ممتعة وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.